الله انا دابا بصدد الاشتغال في واحد التليفيلم حول التليفيلم يعني زوين لذيذ جدا يعني مع عثمان الناصري وغادي نشتغل من بعد مع السي عزيز السلمي لو لون ميتراج ديالو يعني الفيلم الطويل الثاني ديالو من بعد حجاب الحب اللي غادي كنتمنى انه يكون فيلم يعني يعجب الناس. انا كنحيي الجمهور فين ما كان وكنحييكم وكنحيي الجمهور اللي كيتبع الايام 24 وكنقول انه فوالا يعني راه قدامنا مستقبل مزيان يجب الاشعار به ويجب ان نستشعره ويجب ان نقف متاملين وآملين فيما ما سيأتي مستقبلا لأن المستقبل راه غادي يكون زوين.